يضحكوا تقول يلا يلا بس خلي يخلصون. لا يطلع بدون اذن ابوه او اهله. ليه؟ ممكن يطلع بدون اذن ابوه، ابوه ما يعرف وين راح، ينذبح، ينخطف، ينسرق. يلا مشينا يا رجال، ما عليك منهم. لا يا شيخ، ها لا يعني طلعت بدون اذن ابوك انت؟ ها صدقني لو طلعت بدون اذن ابوك شوف ايش راح يصير لك. شوف ايش راح يصير لك. ما بيصير شيء، ما عليك، ما حد يدري عنه. تعال يا عيال ساعدوني يا عيال. مقلب يا عيال. ايش تبي؟ شفتوا؟ هذا طالع بدون اذن ابوه. اعطوني فلوس انا اذبحه. اذبحه اذبحه يا رجال، مقلب. خلاص اطلعوا انتم. هذا اللي صار. مثل وجهك والله يا عيني. طبعا يا شباب هذا المشهد ما هو لي انا. هم بس اجبروني اني ادخل معاهم، لكن انا مجهز مشهد اتمنى انهم يتعاونون معي. اصبر اصبر اصبر. ونسوي كلنا. كيف اجبروك؟ كيف اجبروك؟ يلا يلا. كيف اجبروك؟ تفضل تفضل يا مشاري. تفضل. يلا يلا هذا اجبرنا، هذا صلح قبل شوي مشاكل بينكم قبل شوي.